السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم بإذن الله تعالى مع قناة لاكي غادي نديرو فطور ولا عشاء ساهل بزاف وسريع وخفيف، والأهم من هذا كاع أنه بنين وشباب. إن شاء الله غادي نديروه بمقادير موجودة في كل ثلاجة، وأيضا بدون لحم وبدون أجبان. إن شاء الله تبعوني في الوصفة، وإذا كنتم أول مرة تشاهدوني نتمنى منكم الضغط على المربع الأحمر أسفل الفيديو، أي مربع الاشتراك، وأيضا تفعيل أيقونة الجرس لتصلكم كل وصفة الجديدة، مع وضع جام وتعليق أسفل الفيديو. نبدأ بسم الله على بركة الله. حتى هي خليتها على جهة، والآن جينا للبطاطا. عندي حبتين بطاطا فقط، شوفوا قطعت الحبة الأولى إلى نصفين، وبعد قطعتها إلى شرائح متوسطة الحجم، ماشي تكون غليظة بزاف. ومن بعد غادي نقطعوها هكا إلى مكعبات تقريبا متساوية، ديك المكعبات ما تكونش كبيرة، تكون متوسطة، كل شيء تقطعوه متوسط باش يطيب لكم في وقت واحد ووجيز. أيضا راح نواصل كيما هكا، عندي زوج حبات على البطاطا بنفس الحجم، تقطعوهم وتخلوهم على جهة.
هنا راني نضيف في البيض، هنا عندي 4 حبات تاع البيض على حسب عدد افراد الاسره تاعي. هنا اللي تبغي ديره صح، اللي ما تبغيش البيض ما ديرهش، ثاني تجيها بنينه وبزاف شابه. هنايا هذاك البيض غادي نعطره، هو اللي غادي نعطره ونعطي له نكهه شابه. ندير له واحد الرشه تاع ملح باش ما يجينيش صامط، وندير له رشه تاع حرور ولا فلفل اسود، ونزيد له رشه تاع الفلفله الحمراء الحلوه ولا العكري او البابريكا. هنايا غادي نبلع عليها غير بالغطاء، غير نبلع عليها جوست باش يعطيني هذاك البخار وصاي. ما غاديش ندير لها البوشو تاع الكيكوطه وكاع، لا غير نبلعوا عليها، نخلوها قد ما يطيب لي هذاك البيض ويعطوني يدي لي هذه الطبقه البيضاء من الفوق. تعرفوا باللي طاب حوالي 3 دقائق ولا 4، هنايا تجي بزاف بزاف بنينه. قدمتها انايا مع الفلفل ولا السلسفين ده كما راكم تشوفوا المجففه، او الفلفل الحار الاحمر المجفف، تجي بزاف بنينه. سيوها، رجعوا لي في تعليقكم. احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم.